ما معنى اسم إلياس؟ اسم إلياس هو تحريف لاسم إلياهو العبري، وهو اسم علم مذكر يوناني، والسين فيه مضافة، والمعنى الله الأعلى وإلهي يهوى، وهو اسم مسيحي إسلامي، حيث ورد في التوراة إيليا وسموا به، كما أنه اسم لنبي الله إيليا ابن إلياسين التشبيه، فقد ولد في تشب شمال فلسطين، وورد ذكر اسمه في القرآن في قوله تعالى: وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وهو نبي الله الذي وضع في يده رزق قومه، لأنهم أبوا الابتعاد عن عبادة الأصنام، فحبس عنهم المطر لمدة 3 سنوات، إلى أن هلكت الماشية والأشجار، وتعب الناس لشدة الجفاف، ثم غفر لهم وأرجع لهم الرزق على أمل التوبة لله، إلا أنهم أبوا واستكبروا، لقوله تعالى: وإن إلياس لمن المرسلين. وقد اتصل اسم إلياس باسم مرض السل، لأنه توفي بمرض السل، لذلك سمي العرب مرض السل بمرض إلياس. تتعدد معاني اسم إلياس، فهو إما مأخوذ عن اليأس أي قطع الأمل والقنوط، أو أنه نبات دائم الخضرة وله أوراق ملساء ناعمة تشبه أوراق الليمون، لكنها بحجم أوراق النعناع، وتكون مرصوصة ومتقاربة جدا، وله رائحة عطرية، وقد ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. من المعاني السابقة، فإن الحكم البديهي لاسم إلياس هو أنه حلال، فيكفي أنه ذكر في القرآن، وعلى أنه اسم لنبي الله عليه السلام، بالإضافة إلى معانيه الأخرى الجميلة.